مش عايزين تاكلوا. اكل ايه بس؟ ملو نفسي دلوقتي. بقول لك يا كاميليا، بكره هنزل الوزاره اشوف بابا كده لا يكون مستلف فلوس من حد سددها له. انا كنت هعمل كده من الصبح غير ما تقولي. كاميليا خدي الخاتم ده بيعي وخلي فلوسه معاك. خليه معاك، لو احتجت فلوس هبطلبه منك. هي مالك يا نجلة؟ مفيش أي حاجة. سمر، انت كلمتي خطيبها؟ والله كلمته بس ما ردش. ده بقاله اكتر من اسبوع ولا بيكلمها ولا بيجيلها. ايه يا اختي الرجاله دي؟ بقول لك ايه، انا هنزل اروح له، يمكن عيان ولا حاجه. انت عايزه تقولي حاجه؟ مش عارفة والله، بس شكله كده عارف بمراتها، ما احنا كان لازم نقوله بصراحة من الأول. هي اللي كانت مصرة، بابا قال لها لازم تقولي له، قالت إنها مستنية الوقت المناسب. الحاجات دي لازم تتعرف من الأول. طب أنا ممكن أكلمه تاني؟ كلميه من رقم غريب ولا حاجة يمكن يرد. محدش يكلمه، أنا مش عايزاه خلاص. وعلى فكرة أنا مش مريضة، الدكتور قال لي دي بس شوية كهربا مش أكتر. على فكرة ما كنتش بحب، أنا بس كنت عايزة أتجوز عشان أشيل الحمل من على بابا مش أكتر. بس بابا خلاص راح. لو عرفت إن في واحدة فيكوا كلمته والله هسيب البيت وأمشي. ما تزعلوش منها، ما تقصدش. هي مروه فين؟ شفتها مع حنان، تلاقيها خدتها عنده. انا هروح ابص عليها وهعدي على العجم جمال عشان كنت عايزاه. ميرا اتاخرت. وانتي فاكره انها هترجع تاني؟ تلاقيها ما صدقت. هي أصلاً كانت عايشة معانا عشان خاطر بابا. يبقى قابليني بقى لو شفتيها أو سمعتي صوتها تاني. طول عمري أقول مفيش غيرك في الحارة دي يا غالية، يا بنت الغالية. يعني قلبي بيدق جامد قوي قوي، تعبانة يا سلامة قلبك يا خالتي. والنبي ما حطيت حتى تدق من الصبح. الصبح إيه؟ من امبارح. وقفت انا وقع كده، حاسه اني هحصله. اخي بعد الشر عنك يا رب، ربنا يديكي طول العمر. مش عارفه ليه حاسه ريحه السمك في نخشيشي كده النهارده. خلاص النهارده اكلك احلى سمك. لا اكل اكل، لا لا، ده انا اخويا لسه ميت ما يصحش. ومال الاكل بس ومال الزعل يا خالتي؟ يعني انت شايفه كده؟ امال ايه؟ خلاص انا بصدقك. بنت كاميليا جايه هنا بتعمل ايه؟ جايه بتعمل ايه دي؟ بصراحه يا خالتي كاميليا دي ما بتنزلش من زور. مش هي بنت اخويا ونعمتها؟ اما بشوفها بيركب لي 600 عفريت. اوعي. رايحه فين يا خالتي؟ ايه؟ هروح اشوفها بتعمل ايه؟ هو يعني علشان اللي شاكمهم مات يبقى ما فيش حد؟ على ما انت تحضري السمك هكون انا شفت ايه اللي بيحصل وارتاحت. ماشي يا خالتي. افهم ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ طب اهدي بس وانا تعالي نطلع فوق وانا افهمك. اهدي دي يا اختي، شايفاني بشدلك في شعري؟ كاميليا وطي صوتك، ما تفضحناش في الشارع، اطلعي افهمي كل حاجه فوق. اتفضلي يا هاني، اتفضلي يا رب تفهميني. اتفضلي.
شوف البنت لابسه ايه وعامله في روحها ايه. بجتت ابوها لسه ما بردتش. لا انا ما اسكتش على كده ابدا. انت اتجننتي كماليا؟ انا اللي اتجننت ولا انت اللي عايزه تفضحيني؟ بقول لك ايه، الشويه دول ما تعملوش معايا انا. ما تفرديش قولك عليا يا كماليا، اقسم بالله العظيم هسيبك في حالك. انا ابويا الله يرحمه عمره ما عمل كده معايا ولا مد ايده عليا. يا بنت ابوك انت عملتي له حساب؟ عملتي حسابي بان الراجل لسه دافنينه؟ اهدي بس وانا هقول لك. تقولي ايه يا حبيبتي؟ ما تقوليش حاجه، انا مفيش حد له حاجه عندي. وبعدين يا كماليا، هو انت فاكره نفسك هتزعلي على ابويا اكتر مني؟ الناس حرام عليك. امك فين يا حنان؟ في ايه بس يا خالتي؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. امك فين؟ لا ما انا مش رباط جزمه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وانت يا سنيوره ناويه تاخدي عز ابوكي كده بالاحمر والاخضر؟ لو سمحتي يا عمتي خدي بعضك وروحي وسيبينا انا واختي نولع في بعض. لا روحي ايه ده؟ هو انت يعني عشان ابوكي مات فاكره ان مفيش ضابط ولا رابط؟ لا اذا كان امك ما عرفتش تربيك الله يعينك. احترمي نفسك وما تجيبيش سيره امي على لساني. انا بقول لك اهو، انا عماله اقول لك عماتي عماتي بس عشان خاطر ابويا، لكن انا يا اختي مش شايفه لك عماره. انت مالك ومال امي؟ هي لما كانت ماتت كنت شفتي حد فينا محتاج حاجه؟ عملتي حاجه؟ قولي قولي، ما انت بكحه وقادره. انا مش بكحه ولا انا قادره، بس انا بقول لله وانا انتعور في عينك. وبعدين تعالي هنا، مش قلتي لابويا ان على قرب على دماغه قرب وبتخر على دماغه؟ يا اختي ابعدي عنا وسيبيني انا واختي وتخر على دماغي. ابعدي عننا بقى. لا اروح فين وسمعه اخويا؟ بقول لك يا سيده وعزه جلال الله، لحد النهارده انت ما تعرفناش انا ولا اخواتي. اذا كانت كاميليا عامله لك حساب وساكته فانا مش هسكت كلمه تانية، وهسمع الحاره صوتنا وتبقى فضيحه بجلاجل. والله ماشي ماشي يا بنات عبد العزيز. وانت يا حبيبتي بلاش الغل اللي جواكي ده، مش عشان ابني اسم النبي حارسه مرضيش بيكي تبقي مليانه غل كده. امشي خلي من وشي احسن وحياه ربنا. انا قدامك وتتلم ابعدي عني. امشي والله العظيم عبد كده عبد. تحبي نروح نقعد في حته عشان تشربي حاجه وتهدي اعصابك شويه؟ لا متشكره انا عايزه اروح. على فكره بقى شكلك مختلف عن ايتن تماما. ايتن طيبه وغلبانه انا متأكد.